أنا أبدأ قصتي وياكم أحكي لكم. أنا بنات إحنا أربعة، أبوي عايشنا بدلال وعز مو طبيعي الحمد لله، يعني أبوي دللنا دلال طلعة وطبة وسفرات وحالتنا المادية كلش زينة. أنا كبيرة بأخواتي ومو متحن بنفسي، بس هي الحقيقة يعني أنا يعني جمال وأخلاق وشاطرة كلش بالمدرسة، وبنفس الوقت كنت فقيرة كلش، يعني لأن حياتنا هادئة ما عندنا أي مشكلة بحياتنا، يعني ما عندي خبرة بالحياة ومشاكلها. أي علاقة بين الأهل والأبناء؟ إحنا دائما نشوف بالحالات السابقة اللي كلها متكلمين عنها بالطلاق، إنه يعني بعض الحالات نجد إجحاف من قبل الأهل للحالات، ودائما أكو ظلم بالموضوع إنه ما يأخذون آرائهم، ما منطيهم حرية الاختيار. هنا بسبب أعتقد الحب المفرط وعدم إحنا ما نقدر نقول عدم مبالاة من الأب، لكن احترامه إلى قرار ابنته خلاه إنه شنو يوافق على اللي هي رايته من دون ما يتدخل أو ينطي رأيه، وهذا سبب عندنا من الأول مشكلة. أنا أعتبره مشكلة، لأنه اليوم أنت من الأب ما يتدخل وما ينطي. هسه إحنا دائما نقول خلي الأب يكون شوية متساهل مع بنته ويخليها يعطيها حرية الاختيار، بس مو معناته أنه يلغي دوره كأب. هنا أنا أيضا يقع عاتقة أنه لازم ينطيه نصيحته حتى باكر عقبة بالمستقبل ما توقع بأخطاء، يعني حتى على الأقل من توقع بأخطاء أنه هو منطيها فد رأي فد نصيحة. من شيء اسم الإعدادية يكون ولد جيراننا، يعني أحس نظراته مو طبيعية إلي، أنا حاسة بي، وبس خلص الإعدادية وطلعت معدلي كان عالي، انقبلت كلية زينة الحمد لله. هذا الولد انقبل وياي بنفس الكلية، شلون ما أدري، سائل عرف من الناس يعني، فظل يجي للكلية يداوم وأني أداوم، فعرف وين أني واعترف لي بحبه وكان صدق يعني يحبني وأنا هم حبيته. أنا ما أسمي هذا الشيء حب، هاي رغبة. اليوم أنا عندي رغبة بفلان شخص وأحس على مود أحصل على إعجابه أو أثير اهتمامه، فهو سوى إنه بكرة هل فلان كلية إنه دخل نفس الجامعة الداخلة إلها، هاي رغبته إنه يرضى غروره ويرضى نفسه في سبيل الحصول عليها. على حسب المستوى وعلى حسب الإدراك والتقبل، يعني احتمال لو هو باذل جهد على بالعلاقة، لأن هي حسب ما قالت إنه هو بلش يتعارك وياها، بلش مثلا يعني أكو هواي أمور قيدها بيها، بالإضافة إلى إنه ما يسمعها ما يتكلم وياها، قل الحب قل الانبهار قل العطاء اللي كان ينطيه إياه قبل الزواج. زين هنا شنو اللي يجبرني أني أتحمل؟ هم فارق مادي، هم من مستوى المعيشي قل، بالإضافة إلى قالت أني قمت أتعب القاط اثنين يعني فوق شغل البيت وفوق الأطفال، إنه هم صاروا عندها 3 أطفال خلال فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى العمل خارج البيت، هذا كله يسبب إرهاق. زين ماكو حب، هنا شنو راح يجبرني أني كامرأة إنه أتقبل هذا الإنسان بعيوبه؟ احنا نتقبل عيوب الاخر ونتقبل عيوب الحبيب، لكن ايش وقت من نلقى من الحبيب فتشي يعطينا اياه؟ زين اذا هذا الشيء انقطع شنو راح يخليني اكمل؟ لان هو اول شخص يدخل حياتي، لان انا ابد ما كان عندي مثل بقيه البنات علاقات وحبيات ابد، استمرت علاقتنا طول فتره الكليه وكانوا كلش زملائنا يعني حاسديننا على هذه العلاقه، لان كانت يعني علاقه حب صادقه من الطرف الولد، يعني كانت بس ظروفه شوية تعبانة، يعني حالته المادية مو كلش، وعنده مشاكل ويا أهله بالبيت، يعني هذا الشيء ما عرفته أو ما كنت مركزة عليه. شايف اللي واحد يحب يريد يشوف بس الإيجابيات بداية أي علاقة، أو مدام أنا حياتي وياه حلوة ودائما علاقتنا حلوه، فما اشوف السلبيات، ما اشوف ليش شنو المشكله ويا اهله، ما اشوف الظروف الماديه، انا مرتاحه ماديا فما حاسه بي، فهي المشكله. كنت اباوع بس من جهتي، انا ما اباوع من جهته هو.
ظلت ويا تقريبا هي كل الجامعات 4 سنين، لنفرض انه ما تصير اكثر من 4 سنين، 4 سنين ما تشوف اي سلبيه بي، او هي يمكن حبت انه تشوف فقط الجانب الايجابي وما بحثت عن اي جوانب سلبيه. دائما بالعلاقات الحب دائما احنا نشوف حبيبنا بالصوره الايجابيه شئنا ام ابينا، ودائما بدايه العلاقات الحب والزواج حتى اذا كان زواج اعتيادي راح تشوفين دائما كل شيء جميل وما تتقبلين كل السلبيات اللي بيه وتشوفيها او يو كيوت ايش قد هذا الشيء حلو لطيف، لكن بمرور الوقت وبالتراكمات اللي تصير عايشين حياتنا، يعني أنا هم كان طفل يعني تفكيري مثل الطفلة ومحدود، ف يعني وصلنا مرحلة يعني إنه أنا راح نتخرج وهاي ناس يجون ويتقدمون وهذه، فقلت له يعني تعال أخطب. أجي خطب، يعني أهلي من النوع اللي منطينا هم مطلق الحرية بالاختيار، أنا قلت لهم أحبه وأريده فهم وافقوا علينا وعلى زواجي رأسا، وأبويا قال خلاص ما دام البنية عندها موافقة فأني ما عندي مشكلة تزوجنا. هذا الموضوع أنا أعتبره خطر، لأن مرات الإنسان ما يكون في مقتبل العمر ما يكون مدرك تصرفاته والأشياء اللي يقدم عليها، ممكن يندفع لها من دافع الحب أو الإعجاب أو النشوة أو الحصول على شيء معين، فيكون اختياره دائما بعاطفته مو بعقله، فلازم هنا يكون دور الاهل باختيارهم بهذا الموضوع ولهم كلمتهم. من دخلت لهاي العائله شفت المعاناه، طبعهم ابد مو مثل طبعنا، طبع نحس، وطبعا طبعا هو بدا يحاسب على الطبع وطلعان متعوده اهلي نطلع وبالعطله سفرات وروح يعني روح حتى زيارات حمله دار، هاي الاشياء كلها ابويا ما حارمنا، هم حصر علينا الطلعه. يعني انا اقول يعني ما يخالف هو يحبني واتحمل على موده، بس هو ظل هو هم نفس الشيء، لان هم الكل ممنوع بناتهم تجنة ما تطلع، ما تطلع الا الى الا لظروف تروح لاهلها، زين اهلي اني جيراننا، يعني اذا هذه امه تجي علي مو الا اني اروح. هوايه من العوائل تختلف طبيعتهم عائله عن الاخرى، لكن اني شنو اليوم يخليني استمر بالزواج؟ الحب، العطاء، انطي اخذ. العلاقه الزوجيه هي مو فقط انه انطي، اي علاقه زوجيه تريديها تكون ناجحه لازم تكون علاقه متبادله، أخذ وعطاء. اليوم أنا أنطي حب لازم بالمقابل شاخذ، أخذ أيضا حب اهتمام. يعني مثلا لو هو بسلوب حلو دائما كان يقول لها يلا ما يخالف وانت لازم تتحملين والخاطر أهلي الخاطر إلي مو الخاطر أهلي الخاطري لأن أنت تحبين، الكلمة طيبة يعني كان المفروض، بس هو شنو اللي صار بيه؟ هو ظل يسعى وراها فترة طويلة، فإنما شون كإنما دي يحسسها إنه صار فريضة وواجب عليها إنه هي تتحمل بسبب هو المدة الطويلة اللي كان يسعى وراها وللحصول على حبها. من ضمن حبها أكو ناس من بعد الزواج وتضمن الزوجة وتضمن أنه هي تحبه وهاي هي، فتحس أنه هي راح تظل مستمرة بالعطاء، راح تظل مستمرة أنه هي تقدم تنازلات، بس هذا الشيء خطأ طبعا. وحتى يدوم العلاقة الزوجية لازم تكون قلت لك علاقة متبادلة. الإنسان من الزواج لازم يستقل بدار وحده على مود يعيش ويا شريك حياته الحياة اللي يتمناها، والحياة اللي تكون يتنمطون عليها اثنيناتهم سوى يعيشوها بفقرها بجوعها بشبعها بغناها، لأن اليوم أي شخصان من يدخل بيناتهم طرف ثالث راح يكون ساعي بيناتهم الخراب العلاقي. زين ما عنده إمكانية مادية يستقل، ما عنده إمكانية مادية لازم تكون عنده مسؤولية، لأن الشخص اليوم إذا ما عنده إمكانية مادية يكون مسؤول بتوفير حياة كريمة لعائلته بأبسط المتطلبات. يعني إحنا اليوم عندنا عامل البناء، عندنا سائق التاكسي، ناس مجاهده في سبيل لقمه عائلتها. المهم حتى تدخل بلبسي شو تلبس، انا ما اقول لك انا اللبس اللي هو كان كلش يعني كنت البس لبس هو زين بس مو كلش محتشم.
لبسني جبه وانا ما كنت مقتنعه، المفروض يعني اقتنع بهذا الموضوع، بس قلت ما يخالف ما دام هو يقول لي من غير تعليق وهذه فلازم تلبسي. طبعا بالكليه وهي ابد ما اتحكم بهذا الشيء، بعدين فرض علي هذا الشيء، كنت ما مقتنعه، بعدين لا تعودت. صاروا عندي اطفال، يعني صار عندي 3 أطفال من يمه هاي الفترة. أنا يعني كل يعني الطفل ورا طفل، ما كنت أخذ مانع أو إحنا نفكر من نجيب أطفال، رغم إن إحنا حالتنا المادية مو تمام. يمكن هي جهل معرفي من عندها، ما لقيت أحد ينصحها، ما نقول إنه جهل بيها خاص ثقافي، لا، بس احتمال بسبب حبها وكان بعدهم باندفاعهم. أكو بعض النساء تظن إنه الزوج إذا صار عنده أطفال راح يرتبط وراح يرضى راح يتغير، بس ما أعرف هي هاي أغلبية النساء مع الأسف يعني يعتبرون هذا، وطبعا أكيد بالتالي هم الضحية الأول والأخير هم الأطفال. كثرة الإنجاب، إحنا ما عندنا اليوم حس مسؤولية تجاه الإنجاب. يعني اليوم اللي يجولك إنه أنت الزواج الجديد، ها شو وقت يصير عندك طفل، جبت بنية قالوا لك خاوي بولد خاويها بولد، هذا الشيء ماكو مسؤولية تجاه الزوجين بيناتهم في مسؤولية الخلفة. وكثير يعني حالات طلاق من الضحية لها؟ الأطفال. أما الزوجة تروح تتزوج، الزوج يروح يتزوج، بس من اللي يعاني نفسيا؟ الطفل نفسه، أنه يشوف أمه وأبوه بالمحاكم أو يروح يشاهد أبوه بالمحاكم، هذا الشيء يخلف مخلفات عليه، مخلفات جدا سلبية. بس يعني أنا نسيت أقول لك أنه أنا تعينت يعني ورا فترة، أبوي شو اسمه سوالي واسطة ويعني المهم، فصار إلي تعيين الحمد لله. ما صار عندي تعيين، ظليت أنا اللي أصرف، يعني أنا اللي أصرف على نفسي وعلى أطفالي، ما أخذ من يم أي شيء. هو يا دوب اللي يقدر يشتغل يشتغل كل يوم، يا شغله يجمعهن، يعني يشتري له هو أشياء يساعد بالبيت الهم، بس أنا أبد ما أخذ من يمه. هو اعتمد، قال لك هي تحبني، هي دائما الضحي. وتدرين أنا من دزيتي لي هاي الحالة والفويس، سويت بحث بسيط عن نسب الطلاق للزواج اللي يكون عن حب، لقيت إنه أغلبية الزواجات اللي تكون عن حب بعد الزواج وراء 5 أو 6 سنين يصير انفصال إذا ما استمر الحب. الحب شلون يستمر؟ دائما المرأة من تحب تحاول دائما تقدم كل شيء تملكه بدفعة واحدة، على عكس الرجل. الرجل يكون يقدم الحب عن طريق دفعات، مو دفعة واحدة، عن طريق جرعات مثل ما نقول احنا، شيء فشيء. المرأة تقدم كل شيء مرة واحدة ودفعة واحدة، بس إذا ما تلقى دائما تجديد لهذا الحب ومتبادل، فش راح يصير؟ راح يصير بعد ما عندها شيء تقدمه. المرأة من تستقل ماديا، قد ما تحاول تستقل ماديا وتكون عندها امكانيه ماديه، تحب تشوف المبادره ونفقتها وصرفها من قبل زوجها، حتى لو بشيء بسيط يساعد باداره بيتها. بس من تبين المسؤوليه عليها، ما راح تشعر اي انجذاب للرجل، ما راح تشعر عليه انسان انه هو مسؤول يدير حياته. راح يكون هنا حتى برود بالعلاقة، لأن تشعر هي ماخذة جانبين، جانب إنه هي أم وجانب هي رجل تتحايش أطفالها. أنا كرأيي الشخصي بعيداً كرأيي كمحامي، المرأة لازم تشتغل، يعني الإنسان من يشتغل راح يكون عقله بناحية تطور ونمو. أما المرأة تتخليها بين 4 جدران ما راح تكون امرأة متجددة، راح تكون امرأة شلون نقول ميتة بالحياة، ما عندها اي طاقات متجددة، عكس المرأة العاملة. واحنا اليوم اذا ما نريد مرأة عاملة، يعني احنا ما نريد الطبيبة، ما نريد المهندسة، ما نريد المحللة، ما نريد كل الاختصاصات، واحنا ما نقدر نستغني عنهن. بس بقى الضغط على من، يعني من اهلي علي، وتعبت حيل وياهم، ومن يجون يصير شيء يدعون علي ويدعون علي. يعني أنا كلش أتحسس من كلامهم، عايشة هيك بين نارين، يعني بين أهله وبين هو لازم أتحمل لأن أنا أحبه. وكل ما تجي أمه تقول إيه شعليك، هو
هو يحبك، هو جابك لأني يحبك، يعني عبالك يعيروني بهذا الموضوع. فظليت على هذا الوضع لحد ما يعني أنا ظليت صرت أنا اللي كنت أحب الطلعة وكنت دائما أضحك وأسولف، وهاي صرت إنسانة ثانية كئيبة وعصبية على أطفال وعصبية بالبيت، وحتى من أروح لأهلي أظل أتعارك وما أقدر أزعل لأنه أنا اللي اختارت، وأهلي يقولون هذا اختيارك. يعني من أشكي لأختي أو لأمي وأقول لها هي سوى وشنو أسوى، هاي تقول لي هاي ماما أنت اختيارك وأنت لازم تتحملين. فظليت يعني وصلت مرحلة أنه كرهتهم وكرهت حتى الأطفال، يعني ما لهم ذنب، بس معاملتي لهم كانت يعني أنه بس اسكت اقعد أكل نام، الأشياء اللي مو قريبة عليهم مثل كنت يعني شلون ألعب وياهم، كنت أحبهم، كنت كلش قريبة على أطفالي. فتعلت عن أطفالي صار بس مجرد أنه أنا يعني ألبي لهم طلباتهم وخلص، يكون بس يسكتون 24 ساعة. حتى وصلت أنه مرحلة أجيب لهم منوم أو أخلي لهم حتى ينامون من وقت حتى أنا أنام أرتاح، وأنا هماتين أخذ منوم. بس وصلت مرحلة هيجي أنه وهام زادت الكآبة علي، ففكرت بالانتحار. هي اللي حطت نفسها بهذا الموقف. الإنسان المفروض يدرس كل الجوانب، وقلت لك أنا ما ظل أنطي، ولو تدرين احتمال لو قاعدة وحاجة وياه ومصارحته من الأول احتمال ما كان وصلوا لهاي النقطة. أنا ما دا أذب باللوم عليها، بس النوبات أكو بعض الأشخاص وخاصة إذا كان علاقة حب، يعني الحوار يجيب نتيجة. هل سؤال يطرح نفسه، هل هي جربت أسلوب الحوار وياه؟ المشاكل النفسية إذا نرجع عليها سببها هي كبت المشاعر، هي كابت مشاعرها خلال فترة زواجها، هذا ولد لها انفجار نفسي داخلها، فحاولت إنه شلون الإنسان اليوم من يهرب يروح يهرب للنوم. اليوم الإنسان إذا عنده مشكلة يروح يعالجها بالنوم، فهي هربت للمهدئات وتنوم أطفالها لأن صحتها النفسية أصبحت في تنازل. وصلت لهاي المرحلة من ضليت أفكر بالانتحار، وبالدوام أنا مستمرة بالدوام إني أروح دائما نعسانة وتعبانة وأنام على الميز، وكل موظفين وموظفات يعني يقولون شبيك أنت ما كنتي هيك أنت وأنت. فواحدة من صديقاتي هي كانت قريبة علي، أنا حكيت لها وضعي قلت لها كان جاي آخذ هيك حبوب وشط الأطفال وهاي، قلت لي لا أنت لازم تروحين طبيب نفسي، يعني لازم تتعالجين لأن هاي مو حالة زينان، شلون أروح وهم ما يقبلون. قعدت في يوم نأخذ إجازة من الدوام ونروح للعيادة. فرحنا شفت طبيب وحكيت له كل اللي هذي، وظلت أتعالج، ظل يعطيني يعني مهدئات. هنا أنا غلط، تعرفين ليش؟ لأنه لو كانت الزوجة ماخذة زوجها وكان الزوج على اطلاع بحالتها النفسية، قلت لك الحوار دائما يجيب نتيجة، وخاصة مع الأزواج المتحابين. فبديت أتعالج وأخذ علاج، صرت شوية أحسن، بس ظليت يعني أنه لازم أحل هاي المشكلة، لأنه الدكتور قال لازم تغيري من هذا الواقع، أنت بتمكنه وتقدرين، ليش ما تطلعون؟ يظل يعرض للحلول انه نطلع من البيت، انه هاي كلها اني احكي ويا زوجي بهذا الموضوع، وهو ظل يزيد يتعارك وياي، انت اللي يعني فاهم انه انا اللي اريد اخرب وانا اللي اريد اطلع من البيت واني كله. فقلت اني ليش ما اروح لاهلي واواجههم، اني صرت مو مثل قبل، يعني تعلق بزوجي صرت بارد مو مثل قبل، هذاك الحب وهذا الشيء بالكلية صار طبيعي كإنسان، يعني أشوفه طبيعي، يعني شلون اللي شو أقول لك، يعني باردة علي قلبي، باردة علي مو مثل قبل، يعني حتى لو أروح شهر يمكن ما راح أشتاق له ولا شيء. ما إنه هي كانت تحبه، هذه هي ما موضحتها، هي ما موضحة هاي الخاصية بالفويز اللي بعثته. هل هي صار في بيناتهم فتح حوار دار مرة مرتين ثلاثة عن الحالة النفسية اللي هي وصلت لها؟ يعني مثلا احنا نقول كالغرقان شنو يتشلب بقشة، يتعلق بقشة، يعني هل حاولت انه تحكي وياه وتوضح له حالتها النفسية ام لا؟ لانه اذا حاولت انه توضح له حالتها النفسية وتشرح له، ولو ما اخذت احتمال وياها للطبيب وشايف وضعها، احتمال كان ما وصلوا الى هاي النتيجة.
اللي هم بها. القصة أنا أعرف ابنية يعني طالبة كانت خامس علمي بمواليد هي 85، حبت أحد أقاربهم، والدها نبهها عن الفروقات الاجتماعية اللي بيناتهم، هي أصرت. تخيلي صار لهم 22 سنة متزوجين، وهي وخمسة أبناء لحد الآن قاعدين بغرفة واحدة. برأيك ليش هي لحد الآن متحملة هذا الوضع، وياها مثل ما نقول كان الزوج عنده 10 خوات وكلهم هي تخدمهم، وإلى هاي اللحظة هي تخدم الكل تحبه؟ زين، هل معناها هو ما دا يبادلها الحب؟ من تصير مشكلة يجي راضيها بكلمة، يجي راضيها بكلمة. الكلمة تمحو الأثر. بس إذا أني ما أبادلها بكلمة أكيد المقابل راح، أنا ما دا أبرر لها أبدا، ما دا أبرر لها. بس شنو الإنسان إذا ما يلقى شيء يتقدم له؟ هسا اليوم أنت تشتغلين بدون ما تحصلين أجرة مادية؟ العلاقة الزوجية هي ما تريد مادة، شو تريد؟ تريد حب. لأن دائما أشوف من يم هذا الوجه العبوس اللي دائما يتعارك ويانا، ودائما يطلع لي أنا الغلطانة، ما يسمعني. فأني مو كرهته، بس يعني الحب راح، بغيت ما أحبه. وأني بمرحلة خطرة يمكن إذا موظف وياي أو تعرفت على شخص كان حبيت، فأنا قلت خلي يعني ألحق على نفسي قبل لا أدخل بهذا الشيء، وخاف أغضب رب العالمين. فقلت للدكتور اريد اواجه اهلي، فعلمني شلون اواجه. واجهت اهلي، قلت لهم اني هذا الرجال بعد ما اكمل وياه، واني اتحمل نتيجه خطئي. انا اختاريت صحيح، وانا وصلت مرحله وانا يعني تعلمت من هاي التجربه. اطفالي ما لهم ذنب، واهلي متمكنين، يعني مو ناس محتاجه او راح اصير عالي عليهم. وانا نفس الوقت موظفه، نفس ما اصرف انا كنت يم عيالي اصرف على اطفالي. فأبويا قال لي ماشي، بس شلون؟ لازم أرتب لك مكان، أرتب لك هذه. فظلوا خطية عمره فوق لحد ما هاي عمره فوق، يعني سووا لي مكان إلي، غرفة وحمام وحتى مطبخ، وقال حتى براحتك تسوين هذه. والله خلصوا، قالوا لي يلا تعالي. بحسب حالتها اللي هي عايشة بيها، نعم صحيح، لأنه هي قالت ووضحت ونبهت إنه لو باقية ويا كان حتى اضطرت إنه تدخل علاقات. لأن كل إنسان يتعرض إلى ضغوط نفسية إذا راح يحاول بعدة طرق. طبعا إذا كان هو ضعيف الشخصية، وعلى ما يبدو إنه هي مو صاحبة قرارات صحيحة بحياتها ولا مواجهة تجارب، يمكن هي هاي التجربة الوحيدة اللي ماخذة بيها قرار حياتها، وهنا راح تكون لها درس وكلش عبرة، إنه بعد ما تقرر أي قرار إلا من الدرس بعدة زوايا وجوانب. صحيح هي كان الثمن غالي، سنين من عمرها، وكان ثمرتها أطفال، وجابت لهم أب ما نقدر نحكم نقول هو غير جيد 100%، لكن إلها غير جيد، وإذا ما كان إلها جيد أكيد ما راح يكون الأولادها جيد. فقلت له أنا أريد أنفصل وأنا راح أخذ الجهال. فهنا صار مشكلتنا بالجهال. قال ما تأخذيهم، ظلين تعارك والجهال يبشون، وهو لا لازمهم، وأنا أجرجر بيهم وأهله. يعني صارت مذبحة على مود أنا أخذ الجهال وأروح. فطلعت بس أنا ما قدرت أخذ الجهال، رحت لأهلي. أبويا قال لي غلط، المفروض أنت مو هيجي، يعني المفروض احنا موجودين حتى يصير بتفاهم، لان توصلت مرحله خلاص. بس المشكله انا جاهله شلون اجيبهم. فانا قلت خلي اروح هسه. انا حتى لا اريد المؤخر من ولا اريد الاثاث ولا اريد نفقه، ماكو شيء ما اريد، لان هو انا عايشه وياه، هو كل شيء ما يصرف عليه. يلا يعود منه اتطلق ولاح ينطيني شيء، فخلي اريد بس اخلص. رحت المحاميه، حنا قلت لها انا متنازلة على كل شيء، ما عندي مشكلة انه اكتب تنازل على كل شيء. قالت لا ماكو داعي، بس انت طلعتي وانت اللي رايدة الطلاق، وهذا الطلاق يعني انت برادتك. قلت لها ايه خلص، انا كل شيء ما اريد، يا بعد اسباب. قلت لها هاي اسباب بس ما اريد اذكرها ولا اريد. قالت لا مو لازم تذكر يعني السبب، ليش يعني؟ قلت لها يصرف علي. هي الاجراءات يقوم بها الزوج.
مو المحامي يوجههم لهذا الشيء. اليوم الزوجة من تريد تنفصل وأنه هي متنازلة عن كافة حقوقها، يحاول يتصل بالزوج أنه يصير اتفاق بيناتهم أن يطلقون طلاق سيد خارجي أو طلاق شيخ حسب المذهب الجعفري أو الحنفي، لا يكون طلاق تعسفي في حال غيابه، أما في حال حضورها راح يكون بالتراضي، راح تبذل النفقات في حال هي رادت. فهذا وقلت لها يعني أنا ما مرتاح وياهم، يجاوزون ويغلطون وهو هماتين دائما يتعارك وياي وهاي مشاكل بيناتنا. المهم صارت المحكمة، هو ظل ما يجي ظل ما يجي، بعدين اجى ما قبل. فهي قالت المحامية لازم شو اسمه هو يعني تنطينا فلوس او مثلا تحكين وياه، يعني لازم نلتقوا بيه. من التقينا بيه وحكيت قلت له انا ما اريد كل شيء ما اريد، قال انا ما اقبل، انا ما عندي، انا اذا تروحون انا شلون اعيش؟ قلت له ايش شلون تعيش؟ مش تعايش انا بخيري هسه راح تقولي شلون تعيش؟ فبعيد عن المحكمه الصراحه انا انطيته 5 ملايين وهاي ما وصلت للمحكمه ولا شيء، قلت له هاي بس طلقني يعني، وهاي بيناتنا صارت هي، لانه هو قال للمحامي اعطيني فلوس وبدون ما المحكمه تدري، لانه ما يصير انه هو بس انا اتنازل وما اخذ اي حقوق ولا يسوي لي اي نفقه، وحتى فلوس السيد اللي هي 100,000 على مود يطلقني ما انطاها، انا انطيتها للسيد اللي طلقنا. هو عديم مسؤوليه من البدايه، يعني تقولي اعطت فلوس الشيخ، هو من البدايه عديم مسؤوليه ما ينفق على اطفاله وقت على هاي. فاحنا هذا الجانب القانوني هي رادت تخلص يعني تختصر الاجراءات في سبيل تتخلى عنه. واذا نرجع للحضانه حسب الماده 57 قانون الاحوال الشخصيه، انه الحضانه للام اذا كانت متوفره بها شروط الحضانه. وقال هو حتى سيد ماكو بيها مجال ترجعون، قلت له سيد شنو ما بيها مجال؟ وصلت هاي المرحله هاي فلوسك انا اعطيك اياها مو هو. فسكت الرجال قال لي خلص براحتكم وطلقنا. من طلقنا هاي الورقه اعطتها للمحامي، قالت لازم ورا اسبوع هيك شيء رحت على مود تصديق وهيك شيء، وانا متنازله عليه كل شيء. وراها هو دز لي اغراض والعاب الجهال ملابسهم، لاناني شو اسمه يعني من دز لي اياهم انا انصدمت، قلت راح يعطيني اياهم. طبعا ما ذكرت للمحكمه انه هو قالت المحاميه انه انت من حقك تاخذين الجهال وما له هو اي حكم بهذا الموضوع لانهم صغار وانت من حقك الحضانه ومسوي هيك قضيه هاي. بس انا قلت لا خلي تخلص السالفه على خير، اذا عاند بالجهال ما راح ينطيهم، هو عاند بيهم. فمن دز لي الغراض مالتهم وملابسهم وهاي انا رفع يعني قلت راح يدز لي اياهم، وصدق والله ورا يوم هيك يعني اجى حمايه وهو جاب الجهال، اضيف فرحه والجهال وهاي. احنا قريبين يعني احنا جيران تعرفي، وانا اروح للدوام وقت مثلا هم الجهال هذه، فابوي ايش قال؟ قال حتى ما يصير فرق عليهم، ابوهم مثلا يطلع الصبح يروح يجيب صمون الاهل هذه عادي يمر عليهم، انت ما لك علاقه، يمر على الجهال يشوفهم وهاي، فالجهال ما صار عليهم فرق، بس انه احنا باب بيت وماما بيت يريدون يروحون بس لابوهم، لان عيالي مو هالقد يعني مو هالقد يحبوهم، وحتى لو يشوفوهم هاي مو متعلقين بس ويا ابوهم. فانا ما حرمت الجهال من ابوهم، وابوي ساعدني بهذا الموضوع، عاش حياتي وياهم وظليت اتعالج بعد هماتين لحد ما تقبلت الفكره، لحد ما رجعت اني الانسان القديمه. هنا تدخل الاب كان بوقته، ويعني يمكن دا يتلاحق الاخطاء اللي صارت ببدايه الزواج، قال لك على الاقل مثل ما يقولون نتلاحق الاطفال، على الاقل ما نخليهم هم يوقعون ثمره او خطا هذا الزواج. طبعا كان قراره كلش صائب وصحيح، وقال لها عوفي لي الموضوع انا اديره، وبما انه هي راح تقعد وياهم اكيد، فكان قرار الاب جدا صائب. ويا ريت لو كل المنفصلين يتعاملون بعد الانفصال بهاي الطريقه. ليش؟ لانه انتم انفصلتوا
وخاصة إذا كان الانفصال عن تفاهم مثل ما صار بهاي القصة، يعني مو نهاية الحياة بالنسبة لكم. يعني أنا أعرف كثير من الزوجات والأزواج اللي انفصلوا وأولادهم وصلوا مراحل وسن الزواج، وإلى أن وصلوا مراحل وسن الزواج هم على اتصال بيناتهم دائم. وخاصة مثلا تعرفين البنية من تجيها قسمة وهي عايشة يم أمها، إيش راح يكون؟ راح تتصل بوالدها. من الجيد انه الزوج من يجي يتقدم على الرغم من الانفصال يلقى اكو احترام متبادل، هذا بالمستقبل راح ينتج ايضا لهم للاطفال، راح يتقبلون انه الاب والام انفصلت حياتهم لكن بقى واحد يحترم الاخ، هذا ما ياثر عليهم. بعض العوائل تجعل من الاولاد ضحيه نتيجه الصراعات بيناتهم، ما يفكرون بمصلحة المحظون أو مصلحة الطفل، أنه هذا راح يشوف أبوه اليوم محكمة أو مركز تأهيل أو منظمة، شنو تأثيره النفسي عليه. أما العوائل، أكو عوائل متفهمة لنفسية أطفالهم، فيقول له اليوم تروح تشوف أبوك تلتقي به، ممكن يخليه يبات يمه يصطحبه، مع العلم بالقانون مجاز أنه المبيت يم الأب إلا في حال عبر 15 سنة. ممكن بالتراضي يصير هذا الموضوع، ممكن بالتراضي يصير كل الاشياء، انه انا اليوم اريد مصلحه ابني او مصلحه بنتي، ما افكر بمصلحتي النفسيه او صراعاتي انا بيني وبين زوجتي. اهلي عوضوني وظليت انا مثلا اذا سفرات او شيء انا يعني اسويها واضبطها حتى اروح سويه، والحاله النفسيه اطفالي احسن، ظليت مو مثل قبل اريدهم ينامون، لا اريدهم يتعبون ويلعبون يلا ينامون. فالحمد لله وشكر رجعت حياتي طبيعيه، وما افكر ابدا بالزواج لانه عندي 3 اطفال وهم الخير والبركه بهم. ما انصحها انه ما تفكر بالزواج، لكن حاليا بالوقت الحالي لا. بس اذا فكرت بالزواج لازم ان تختار وتدرس جميع الجوانب، مو فقط تجذب شخص الحب او الحاجه العاطفيه فقط، لا، لازم ان تنظر الى من الجوانب الاخرى النفسيه، هل هو يستطيع ان يتحمل المسؤوليه؟ هل يقبل بي انا كانسانه مثل ما انا؟ اذا تقبلني مثل ما انا هذا انسان امشي وياه واتزوجه، وحتى لو وين كان فقير الماده. بالنسبة للحالة اللي سمعناها ضروري انه نسلط الضوء على محاور مهمة من الناحية الاجتماعية والناحية النفسية. بالبداية لازم نوضح انه الزواج ما ينبني فقط على وجود الحب، لازم انه انا اعرف اطباع الشخص المقابلي واطباع البيئة اللي اجى منها، يعني اطباع عائلته، باعتبار انه احنا عندنا بمجتمعنا الاواصر الاسرية اواصر قوية، فيجب التعرف. التعارف يكون معرفة أهل الطرف الثاني وأطباعهم، بالذات إذا كان السكن مشترك مع أهل الزوج، حتى شنو، حتى نتفادى المشاكل اللي ممكن تصير بين العوائل. من المشاكل اللي ممكن تصير هي الفارق الطبقي بين العوائل، لأن هذا الشيء راح يسبب ثقل على أحد الأطراف، وبالتالي تزداد المشاكل والحزازيات بين الأزواج، وهذا الشيء طبعا راح يغير من شخصياتهم من سلوكياتهم مع بعض، وبهذا الأمر راح يزداد الضغط على أحد الأطراف، ممكن تكون الزوجة أو ممكن يكون الزوج. بالحالة اللي موجودة عندنا استخدمت طريقة خطأ، أنه هي ظنا منها أنه هي راح تحللها المشاكل، اللي هي استخدام الأدوية المنومة، أنه هي عبالها أنه آني إذا أخذت دواء منوم راح تحلي المشكلة أو راح أهرب من عندها. إحنا هنا استخدام الأدوية بدون الرجوع إلى الطبيب المختص هذا راح يزيد علينا الأذى. ليش؟ الأدوية هي ما تكون آمنة، بالذات إذا أنا أخذتها مو بمكانها. وطبعا هذا الشيء شفناه أنه سببت لنا سلوك ثاني اللي هو أدى إلى إعطاء الأدوية المنومة للأطفال حتى تقلل من حركتهم، لأن الأم حالتها النفسية تعبانة ما تستحمل أي ضغط. ممكن يكونون الأطفال حركتهم طبيعية، بس الضغط اللي موجود على الأم هو اللي مو طبيعي. طبعا كل هذا الشيء اللي صار ممكن يؤدينا إلى الانتحار بسبب العامل النفسي أو سوء استخدام الأدوية. طبعا دور الطبيب النفسي اللي التجت إلى الحالة كان دور جدا مهم، قلل لها من الأعراض اللي كانت تمر بيها من الضغط اللي هي مرت بيه
فبالتالي أدى إلى إنه الحالة وصلت القرار قرار سليم هو قرار الانفصال، حتى ما يزداد الضغط عليها ما نوصل مرحلة نفقد فرد من أفراد المجتمع، ما نيتم أطفال، أو ممكن إنه ما أوصل المرحلة إنه الأطفال هم راح يكونون الضحية بسبب ممكن واحدة من الشغلات اللي استخدمتها الحالة اللي هو استخدمت منومات الأطفال. طبعاً هنا لازم نسلط الضوء كلش مهم على دور الطبيب النفسي أو دور الباحث النفسي أو دور المعالج النفسي لتقليل الاضطرابات النفسية، لتقليل المشاكل اللي حاصلة بين الأسر، بالذات إذا المشاكل اللي تؤدي إلى الطلاق هي قابلة للحل. فهذا إنه هنا دور الطبيب النفسي جداً مهم، تشخيص الحالة وبنفس الوقت وضع الخطة العلاجية المناسبة. ويعني إن شاء الله إنه القرار اللي أخذته هو قرار صائب، بالذات من قالت إنه أطفالي حالتهم النفسية بدأت ترتاح. فيعني النصيحة المهمة من هذا الكلام كليته إنه العائلة، الارتباط بين العوائل يجب إنه يكون مو فقط إنه أنا أنطي، لا أنطي وأخذ. من أنطي احترام يرجع للاحترام، من أنطي الحب يرجع للحب، من أعطي الاهتمام، من أعطي يعني هو شراكة متبادلة بين الطرفين، حتى إنه نقلل من الأضرار اللي ممكن توقع على واحد من الأطراف.